هنشوف معلومات عن أمل سليمان الله يرحمها من أحمد السعداني وطليقته وأولادهم. هنا أمل سليمان، كان أحمد السعداني قال عنها إن هي مملوءة طاقة إيجابية محبة للحياة، درست في معهد السينما، وهناك قابله صدفة، كان هيخبطها بعربيته. اتعرفت على أحمد السعداني عام 2003، بعد كده اتجوزوا بعديها بسنتين، هنا مع صلاح السعداني والد أحمد السعداني ربنا يديله الصحة. اتجوزوا في 2005، ودي صور من الفرح، صور جميلة جدا. كانوا حبوا بعض وقعدوا سنة خطوبة. بعد كده أنجبوا طفلهم الأول عبد الله، وللأسف انفصلوا، وبعد كده رجعوا لبعض وأنجبوا طفلهم الثاني ياسين، بقى عنده عبد الله وياسين، الاتنين أحلى من بعض، ربنا يخليهم لي ويخلي ليهم. هو دلوقتي الأب والأم ليهم. وهنا أحمد صلاح السعداني مع زوجته وعبد الله وياسين، بعد كده انفصل مجددا لكنهما احتفظا بعلاقة جيدة. وعملت أمل سليمان مع أكرم البزاوي ابنة عم أحمد السعداني في أحدث أفلامه. الفيلم يحمل اسم رسالة إلى صديقي في فرنسا، وشاركته فيه كمخرجة فنية، ولم يعرض الفيلم بعد. بعد وفاتها قام مجموعة من أصدقائها بعمل حملة تبرعات خيرية باسمها. دي آخر صورة نشرتها أمل مع أولادها على أحد الأنشاط، كان للأسف ناوي يرجع لها بس الزمن والقدر ما أمهلوهاش. هنا مع ابنها الأكبر عبد الله وأصدقائه، دي صورة تانية ليها الله يرحمها. وهنشوف تعليق الفنانين ورسالته المحزنة والمبكية إليها. هنا في رحلة مع الهرم كان باين عليهم السعادة الله يرحمه. ومن ناحية أخرى علقت الإعلامية دعاء فاروق على اعتراف الفنان أحمد السعداني بالتقصير تجاه طليقته وأم أولاده أمل سليمان، منتقدة عبر حسابها على الفيسبوك ما وصفته بشماتة العديد من السيدات في أحمد السعداني بسبب اعترافه بندمه على ما فعله تجاه أم أولاده. وقالت: أحمد السعداني مش عامل بوست عشان الستات تشمت فيه، على فكرة هو عامل بوست عشان عديم المسؤولية تعظم الحدث الجلل اللي هو مر بيه، وهو بيعترف إنه غلطان وندمان. وأضافت: الستات بقى اللي بيعلقوا شمتانين وبيقولوا مش مسامحينك ومش مصدقينك وجو شماتة كده، مش فاهمة هي منها ليها بتثبت فيه ايه وعاوزة ايه. الراجل في مصيبة سودة وفي غم وفي غلب، عياله اتلطموا يا عيني، اللي أبوه بيموت اسمه يتيم، واللي أمه بتموت اسمه لطيم، مفيش أسوأ من اللي هو فيه. واختتمت المنشور قائلة: تعليقاتكم سخيفة وملهاش لازمة، فياريت تحتفظوا بالغل ده للناس اللي أذوكم، مش للراجل المكلوم في وفاة أم ولاده. نشر الفنان أحمد السعداني صورة تجمعه مع أولاده وطليقته التي رحلت عن عالمنا الأيام الماضية، مؤكدا على أنه يتحدث
عن حياته الشخصية لأول مرة بعد وفاتها، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حيث كتب أحمد السعدني: عمري ما اتكلمت عن حياتي الشخصية، لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتي وأذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين أو تنفع أي حد حس إني عملت حاجة. وأشار: هحاول ما أطولش. يوم 9/9/2003، حب من أول نظرة في الشارع ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس بمعهد الفنون المسرحية، حيث كنت ألهو وأدرس برضه ما يضرش. كنت راكب عربية وكانت ماشية على رجليها، كنت هخبطها لكن حصل خير. لا، ما حصلش قوي، خبطتني هي في قلبي حب تقطيع شرايين. سنة خطوبة، سنة كتب كتاب، شهر جواز، خلفة، أول ولد. هنا بدأت المشكلة اللي بكتب الكلام ده عشانها، مؤكدا أنا زي كتير للأسف شباب ضد تحمل المسؤولية. بص لنسب الطلاق وانت تفهم، انا بيجيلي ارتكارية لما بحس بالمسؤولية. وهي برضو حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني اكتر ما بتنطق اسمي. كانت النتيجة في اول سنة بس نحو 4 طلقات شفهية. كل الشيوخ ساعتها قالوا لنا ده لعب عيال، الطلاق ليه شروط زي الجواز. تمام، اسكت بقى؟ لا، تعالى يا عم طبق الشروط، ادي اول طلقة. قشطة يا باشا، عشت حياتك؟ اه. ارتحت؟ لا. واضاف: وحشتني حنيتها وحبها، ما تيجي نرجع يا بت، يلا بينا. هوب، جبنا تاني ولد، نفس الاحساس، نفس الارتكارية، بس المرة دي صمود، مش هينفع نتطلق تاني. لا، تصدق نفعت، الجانب الاناني في شخصيتي غلبني. يا عم كبر مخك وعيش حياتك، المشكلة إني عمري ما ارتحت، كنت عايز حضنها وحنيتها بس كنت بأجل الرجوع، يمكن أكبر أو أعل أو أقدر أتحمل المسؤولية. بجد حددت لنفسي سن معين أرجع لها فيه، قال يعني هبقى نضقت، بس ملحقتش. ثم تابع: ماتت في لحظة، كانت بتكلمني قبلها بساعة وما كانتش عيانة، كان عندها ضغط زي أغلب الشعب المصري. الحمد لله ماتت ومشيت وقررت تسيبني للأبد. كنت فاكرها هتستناني ومتأكد من كده، مستحيل تحب حد غيري. ما جاش في بالي إنها ممكن تموت دلوقتي صغيرة، وكانت أكتر واحدة في حياتي شفتها بتحب الحياة وعندها طاقة إيجابية. واختتم: ماتت وسابت لي الولدين والندم، أنا متأكد إنك في الجنة، روحتي لمن خلقك يوم عرفة، وأميرة وست البنات والستات، ونظيفة وكريمة، وصنتي ولادي وبيتي، بحبك يا أمل حياتي اللي تهد. ربنا يقدرني وربيهم أحسن زي ما كنت عايزة، بحبك ومش بطلب مني غير إنك تسامحيني. ربنا يرحمك ويرحمني ويرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة. الصورة اللي تجمعهم تقريبا كانوا في مصيف، وهنشوف أسرار تانية دلوقتي. مساء الجمعة 9 أغسطس 2019، المهندسة أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدني وأم أولاده، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نقلت على إسرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك. السعدني تلقى الخبر الصادم أثناء توجهه لحضور حفل جينيفر لوبيز في الساحل الشمالي، حيث يتواجد هناك لقضاء عطلته الصيفية، وغادر الحفل عائدا إلى مصر على الفور. وأصيب بانهيار تام فور التأكد من الخبر، وظل يبكي بعد إلقاء النظرة الأخيرة على طليقته وأم طفليه، وأعلن أنه لن يفارق جثمانها وسيظل بجوارها داخل المستشفى لحين انتهاء مراسم الصلاة عليها. يذكر أن أحمد السعداني رفض التعليق سابقا على أنباء انفصاله عن زوجته وأم طفليه للمرة الثالثة، مؤكدا أنه تعلم من والده الفنان القدير صلاح السعداني ضرورة صون حياته الخاصة
وإبعادها عن الإعلام، بخاصة وأن لديه أطفالا، علما بأن أحمد السعداني طلق زوجته مرة واحدة، وتدخل والده وقتها لإصلاح الأمور من أجل طفلهما الوحيد ساعتها عبد الله، وعادت المياه إلى مجاريها وأنجب الطفل الثاني ياسين، وتردد أن الطلاق الثالث تم سرا، ولكنه حسم الخبر وأعلن الطلاق رسميا خلال استضافته مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها المذاع على راديو اف ام. هنا مع إنجي علي وهو بيعلن خبر انفصاله عن زوجته. إيه؟ زوجته المهندسة أمل سليمان، في صورة تانية ليها.